بعشر دقائق راح نحضر أطيب حلا باللوتس. حلا سهل وسريع ومكوناته سهلة جدا. خلينا نشوف مع بعض الطريقة. راح نبلش أول شيء بطحن بسكوت اللوتس. عندي تقريبا 2 كوب من بسكوت اللوتس، راح أطحنه طحن ناعم على الفود بروسيسر. راح أحط كمية البسكوت اللي عندي بمحضرة الطعام، راح أبلش بطحنها. بعد ما طحن عندي البسكوت كتير منيح، راح أضيفه على وعاء كبير وأضيف عليه عندي زبدة مذابة، 50 جرام من الزبدة. راح أحرك البسكوت كتير منيح لأتأكد إنه شرب كل كمية الزبدة اللي ضفتها. بهاي الوصفة الزبدة كتير ضرورية، ما بنقدر نستغني عنها. هلأ راح أترك البسكوت على جنب ونبلش بالمرحلة الثانية لتحضير كريمة اللوتس. الخطوات جدا بسيطة، راح أبلش بوضع كل المكونات مع بعض. راح نبلش أول شيء بعلبة القشطة 160 جرام، بعدين راح أضيف جبنة كريمية. أنا استعملت الجبنة المربعات. مغلف كريمة الخفاء 36 جرام، عندي طبعا مغلف واحد. آخر شيء راح أضيف معلقتين كبار زبدة اللوتس، وهي أساسية بهاي الوصفة. راح أبلش أخفوهم، بس خليني أحركهم بالأول قبل ما أشغل الجهاز أتأكد أنهم تحركوا مع بعض. راح أخفوهم تقريبا 3 دقائق لحتى يصير عندي المزيج كريمي. هيك عندي القوام ممتاز، صار عندي كريمي وبنفس الوقت امتزجت كل المكونات مع بعض. هلأ رح ننتقل للمرحلة اللي بعديها بتطبيق الوصفة. أنا رح أستعمل كيس الحلواني، رح يساعدني أكثر بتوزيع الكريمة بالطبق. رح أعبي كل الكمية بالكيس وهيك جاهز لحتى نبدأ نستعمله. هلأ عندي الطبقات جاهزة لحتى أبلش أقدمهم بالصحون اللي عندي. أول طبقة رح أحطها اللي هي البسكوت، بحاول أضغط بطرف المعلقة بهاي الطريقة لحتى أسوي سطح البسكوت ويكون جاهز لحتى أحط الطبقة الثانية. هلأ رح أوزع كريمة اللوتس اللي عندي بهاي الطريقة. رح أحاول أبسط سطح الكريمة بشكل مرتب عشان يسهل علي تزيينها. هلأ بهاي المرحلة لكم حرية الاختيار كيف تزينوها. أنا رح أزينها بطريقة كتير بسيطة وحلوة. عندي زبدة لوتس دوبتها بالمايكروويف وحطيتها بكيس الحلواني وعم بزين فيها بهاي الطريقة. بحاول أعمل خطوط رفيعة. هلأ رح أستعمل عود الأسنان حتى أخذ هذا الشكل وأدمج بين زبدة لوتس والكريمة اللي عندي. شوفوا ما أجمله طلع. آخر شي رح أضيف قطعة من بسكوت اللوتس بهاي الطريقة. طريقة جدا بسيطة وبنفس الوقت حلوة.